مرحبا بيكم أحبتي. عندنا تطبيق اسمه كويزلت، هذا كويزلت عادة نستعمله لتعلم المفردات الجديدة اللي نحصل عليها من اليوتيوب، من الفيسبوك، من التكنولوجي، من السبورت، من كثير يعني من ويب سايت على الانترنت. فهذا التطبيق يعني هو كلش حلو، فأني دا أشوفكم هنا نموذج من عنده call off يعني to cancel, call off to cancel. فعندك المثال the match was called off due to rain. Match was called off due to rain. عندك المثال put on your shoes before you go out. سعيد. اللي بعده put away. نموذج توضيحي مو بقصد إظهار هذه المصطلحات، بس أنا هخلي رابط هتستفيد منه، تنزله بالتليفون أو بالحاسبة، كلش ممتاز إلك حتى يعلمك. وبشغلة حلوة. Put something in its appropriate place. For example, all your books are on the table. Please put them away on the shelf. اللي بعده hand out. Hand out. ينطيك اللفظ وينطيك الاستعمال مالتها. It's my job to hand out advertisement for a fast food restaurant. مثل ما تلاحظ. To distribute, for example, it's my job to hand out advertisements for a fast food restaurant. هذا الفكرة إنه بدل ما أنطيك instead of feeding you fish, I teach you how to fish. ربي يحفظكم.